إذا كنت من محبي القنوات السعودية ومتابعة المحتوى الرائع والجميل الذي تقدمه هذه القنوات، وكنت ترغب في متابعة المستجدات بشأن السعودي والعربي والدولي الذي تتميز في تغطيته القنوات السعودية بشكل مستمر لما تقدمه من برامج من أحدث البرامج الترفيهية والتعليمية والتثقيفية وبرامج المسابقات والمحتويات المسلية كالأفلام والمسلسلات، إضافة إلى الأخبار العالمية والمحلية والبرامج الحوارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فهذا الفيديو موجه لك. أنا غادة وهذه قناتي بفريكونسيز، تابعوا معي الفيديو إلى النهاية لمعرفة المزيد. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بألف خير. كيف هي أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف ألف خير، وتحية كبيرة جدا جدا لكل محبي غادة، وشكرا لكل من يترك لي بصمة جميلة لأن ذلك يشرفني كثيرا ويسعدني. وأنت إن كنت ضيفا جديدا مرحبا بك، سأسعد كثيرا بانضمامك إلينا، واشترك الآن في القناة فضلا وليس أمر، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل ما أقدمه من ترددات جديدة وقنوات جديدة. وإن عجبك المحتوى وتريد أن نستمر في نشر المزيد، ما عليك إلا الضغط على زر لايك أو ترك تعليق أسفل هذا الفيديو. إذن بدون إطالة نبدأ بتقديم الترددات والقنوات. تردد قناة أهل القرآن على نايلسات، التردد 12.399، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة الأماكن على نايلسات 11.137، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة المرقاب 12.015، معدل الترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة الساحة على نايلسات أيضا 11.747، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة السحرة على نايلسات 12.207، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة المجد للقرآن الكريم 12.054، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة الرسالة 11.296، معدل ترمي 27500، والاستقطاب أفقي إيج. تردد قناة أطفال ومواهب 11.354، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة بداية 12.054، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة بيتي 10.815، معدل ترمي 27500، والاستقطاب أفقي إيج. تردد قناة ابن عثيمين 11.137، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة 24 سعودي على نايلسات 11.5، معدل ترمي 27500، والاستقطاب أفقي إيج. تردد قناة 24 الرياضية 12.563، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة دراما بدوية 11.137، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي في. تردد قناة الإخبارية السعودية ولها ترددين، تردد الأول SD 12.149، معدل ترمي 27500، والاستقطاب أفقي H. التردد الثاني HD 12.284، معدل ترمي 27500، والاستقطاب عمودي V. تردد قناة اقرأ 12.034، معدل ترمي 27500، والاستقطاب أفقي H. تردد قناة مكة
12 3 99 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي في. تردد قناة عيون الوطن 12 3 99 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي في. تردد قناة القرآن الكريم ولها ترددين، التردد الأول SD 12 149 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. التردد الثاني HD 12 284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. تردد القنوات الرياضية السعودية الرياضية TV 1 الرياضية TV 2 الرياضية 2 الرياضية TV 3 والرياضية TV 5. وتبث القنوات على ترددين SD 12 149 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. والتردد الثاني HD 12 284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. تردد قنوات الروتانا روتانا سينما إيجيبت روتانا سينما KSA روتانا كلاسيك روتانا كليب روتانا دراما روتانا خليجية وروتانا ميوزيك. التردد 11296 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. تردد قناة السعودية ولها ترددين، التردد الأول SD 12149 معدل ترمي 27500 والاستقطاب H. التردد الثاني HD 12284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. تردد قناة SBC لها ترددين، التردد الأول SD 12149 معدل الترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. التردد الثاني HD 12284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. تردد قناة السنة ولها أيضا ترددين، التردد الأول SD 12149 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. التردد الثاني HD 12284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. تردد قناة ذكريات ولها أيضا ترددين، التردد الأول SD 12149 معدل ترمي 27500 والاستقطاب أفقي H. التردد الثاني HD 12284 معدل ترمي 27500 والاستقطاب عمودي V. لقد جمعت لكم ترددات القنوات السعودية في هذا الفيديو، فأتمنى أن ينال إعجابكم. كانت معكم غادة من قناة في فريكونسيز، مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي المشاهدين، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. لا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به، والأهم من ذلك تفعيل الجرس لتصلكم أحدث أهم الترددات باستمرار. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.